بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس إلهام عليف رئيس جمهورية أذربيجان، بداية أود أن أعرب عن سعادتي باستقبال فخامتكم والوفد المرافق لكم في زيارة مهمة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الفترة المقبلة. استناداً للروابط التاريخية الممتدة بينهما، كما يسعدني في هذا السياق أن أتقدم لفخامتكم بالتهنئة على انتخابكم رئيساً لجمهورية أذربيجان لفترة جديدة، وكذا على الثقة التي حظيت بها بلادكم لاستضافة وتنظيم الدورة 29 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. مع تمنياتي لكم ولبلدكم الصديق بكل التوفيق. السيدات والسادة الحضور، إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس تؤكد تطلعنا لاستمرار العمل معاً على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات، والتنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن دفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما، لا سيما في قطاعات الإنشاءات والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنفط والغاز. كما اتفقنا خلال مباحثتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين، وكذا تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أقرب وقت، فضلاً عن تنظيم منتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني، بما يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة. السيدات والسادة، لقد كانت الملفات الإقليمية حاضرة بقوة في مباحثاتي مع فخامة الرئيس الأذربيجاني، وفي القلب منها القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة، حيث استعرضت خلال مباحثاتنا الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب. وفي ذات السياق، أكدت لفخامة الرئيس خلال المباحثات مساندة مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، ودعمنا الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل. ويهمني في هذا الصدد الإشارة بالتقدم المحرز مؤخراً فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، بما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة. الحضور الكريم، ختاماً أجدد ترحيبي بفخامة الرئيس عليف، متمنين أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في مسار تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين بلدينا في كافة المجالات، استكمالاً للعلاقات الودية والتاريخية التي تربط شعبينا الصديقين. شكراً جزيلاً، وأدعوكم فخامة الرئيس للتفضل بإلقاء كلمتكم. Hürmetli Cenab-ı Prezident, Zat-ı Alaleri, ilk növbədə dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qədim tarixə malik olan ölkənizdə olmağından çox məmnunum. Bu səfər Misir Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına böyük töhfə verəcək. Keçən il biz prezident Sisi'ni Azərbaycanda qəbul etmişdik. Bu il mən səfər edirəm, yəni bunu göstərir ki, siyasi diyalog müntəzəm xarakter daşıyır və biz razılaşdıq ki, bu sırada bu siyasi diyalog
devam ettirilsin. وحيث تحمل هذه يحمل هذا التبادل زيارة أهمية لتنمية الحوار السياسي. وكما دعت سيادة الرئيس للمشاركة في كوب 29 وشكرا وسعيد بأن سيادة الرئيس قد قبل بدعوتي. Büyük uğurlarla neticelendi. Bu münasebetle hemkarımı tebrik ettim ve aynı zamanda Misir'in bu sahadaki tecrübeni öğrenmek için müracaat ettim ve bizim numayendelerimiz daim temastadılar. وكما كما اكدت عن استعداد الجانب الاذربيجان لاقتناء خبر المصري في خبر المصري في هذا الاتجاه في تنظيم واعداد كوب 29. وهناك توافق في منظمات دوليه في شتى القضايا ولدينا التعاون المثمر في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. الإسلام همريالينين güçlendirilmesi istikametinde birge seyler gösteriyor. ونحن نقوم بجهود مشتركة لتعزيز وتقوية التضامن الإسلامي. كما تعرفون فقد كانت أذربيجان تترأس قمة حركة عدم الانحياز خلال أربع سنوات الماضية. فلسطين إسرائيل münasebetlerinin tenzimlenmesi ve müstakil Filistin devletinin yaratılması İsrail Filistinliye ve kıyam Doğu Filistin'e müstakille dikkat merkezindeydi. Birçok tedbirler كان هذا الموضوع يحظى باهتمامنا كبير اثناء رئاستنا لحركه عدم الانحياز وموقفنا ينحصر في قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية dayandırılmalıdır. Muharebe dayandırılmalıdır. الحرب في غزة فورا. Danışıklar yoluyla halledilmelidir. Ve Prezident Sisi'ye bildirdim ki Misir'in bu istikametlerdeki بطرق سلمية من خلال محادثات حيث أكدت لسيادة الرئيس أن أذربيجان تدعم الجهود المصرية في هذه الاتجاهات في هذا الاتجاه ولابد أن تأخذ جميل تأخذ جميل مبادرات المصرية في هذا المسار للاعتبار أرمينستان öz devlet serhedlerini müeyyen etmek işinde müeyyen uğurlara elde uğurlara nail olublar. كما قدمت لسيادة الرئيس معلومات حول التطورات فيما يتعلق بعملية التتبيع مع أرمينيا حيث تم إعادة أربع قرى أذربيجانية إلى جانب إلى أذربيجان وذلك بناية على المحادثات الثنائية وكما يتم تجري عملية التحديد وترسيم الحدود حيث تم في طرح هذه العملية تحديد النحو 12.7 كيلومتر. Bildirdim ki Azerbaycan geçen ilin sentyabr ayında öz devlet suverenliğini ve arazi bütünlüğünü tam siyade trais bi an cumhuriyet azerbaycan kat istiadat fi shahr september am 2023 siyadatha ala jami ala kaffat aradiha olacaktır. O da hemkarımın dikkatine çarptırıldı ki 2 ile yakındır ki Azerbaycan Ermenistan أخبرت إلى سيادة الرئيس أن الحدود الأذربيجانية الأرمنية تشهد استقرارا على مدى العامين الماضيين ولا يتم رصد أي انتهاك. حجمının artırılması tabii ki müsbet haldır. Eğer statistik rayonlara baksak görürük ki bir neçe defa ticaret devresi arttı. Ancak müşterek rayonlar hele ki bizi gani edemir. Ve bugün imzalanmış senadlar ve elde edilmiş vazgeçmeler eminim ki bu istikamette de bize kömeklik edecek. İlk nöbede energetika, berpondan enerji növlerinin istihsalı sahasında, nefs sanayisi sahasında, eczacılık, alüminyum sanayisi, diğer sahalarda eminim yakşı netçeler elde etmek mümkün olacak. Biz bugün aynı zamanda yeni negliyat ve hizleri
علاقدار فكر مبادلسه apardık. وكذلك اجرينا تبادل الاوراق هم شمال جنوب نقليات دهلزلري الممرات النقل من اذربيجان اراضيسinde والممرات بتحديد ممرات التي تمر عبر الاراضي الاذربيجانيه حيث تم انشاء البنى التحتيه التي تمر عبر اراضي الأذربيجانية. هناك الفرص جميلة والسانحة جدا للتعاون في هذا المجال. أما الجلسة التالية للجنة المشتركة الاقتصادية فقد قدموا أعضاء الوفدين معلومات في هذا الاتجاه، وحيث تم الجلسة الأخيرة تم انعقاد الجلسة الأخير في عام 2020 وستتم أو ستنعقد الجلسة الثانية خلال هذا الشهر خلال هذه السنة، وسوف وأتمنى أن سوف نتخذ الخطوة التالية لإنجاح هذا التعاون. وسيادة الرئيس أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستقبال والحفاظ البالغة، وتحدون أمل أننا سوف نلتقي في أذربيجان في شهر نوفمبر خلال كوب 29.